ما يشوفش بحالك. المغرب يشوف في الحر ماشي رجليه، يمد بصره ولا ناظريه اما الخليج، رغم كل ما حدث مع بعض دول الخليج في مراحل معينه، ولكن كتبقى في لحظات الحزه. لا لا الدول الخليجيه بقات في صبغتها اللي واش بيتي تعرف المغرب شكون هو؟ بلاتي هو اللي كتجي دابا المانيا كتقول لك اجي نشوفوا كيفاش نحلوا المشاكل بيننا. انا جايك وكيشوف مع اسبانيا وكيشوف مع المانيا وكيشوف مع فرنسا في اطار الند للند، وهذه اللي مازال ما بغاوش يستوعبوها بزاف الناس. راه المغرب ماشي هو الجزائر الخوت، راه المغرب ماشي هو تونس الخوت، راه المغرب ماشي هو ليبيا الخوت. رسم مساره الدبلوماسي وسميناها في العصابه شخصيته على المستوى الدولي، ارسمها نحتها وقال لهم ها شكون انا من الان فصاعدا غتعاملوا معايا على هذا البناء او على اساس هذا المنطق. شوف رمضان غير واحد النقطه باش ما تفضل، هاد العشر ايام الاخرى نديروها غير بالحساب، هاد العشر ايام الاخرى الجزائر ربحتنا في الماتش، مشى الرئيس الجزائري عند التونسي في يعني زياره بروتوكوليه، هذه الانجازات اللي حققت الجزائر. شنو حقق المغرب؟ صدر قرار تاريخي في مجلس التعاون الخليجي، بوريطانيا مشى لوسط اوروبا لدول كانت عندها شويه ديال اختراقات في وسط اوروبا، وقرار ماشي قرار وانما موقف دارته في الصفحه الرسميه وزاره الخارجيه الالمانيه بان المغرب بلد يعني التقاء شريك استراتيجي، الاشاده بالموقف المغربي او المبادره المغربيه الحكم الذاتي. القرار تحول واللهجه الالمانيه كيفاش تغيرت تبين شنو الانتصارات اللي تحقق المغرب والجزائر. ها انت حدها تونس واحد داروا بليلي، علاش غيديروا راه جاب تبول داكشي بليلي. يعني شوف شوف الا بغيتي تقارن الا بغيتي تقارن ها المقارنه فوالا بليلي وتبون تشاركوا في جوج الحوايج. يلا انا كان غادي يخلعني اني نسمع مجلس التعاون، دابا انا كنت دابا في المغرب مع جهه ونسمع دابا مجلس التعاون مشى قال بانه نحن مع الجزائر. ويلي راه زلزال المغرب طبعا، وهذه اللي ما عمرهم غيحلموا بها بطبيعه الحال. وفاش تشوف الدول تيقول لك حنا الامن ديال المغرب ووحداته وكذا نحن معاه. اذا رساله واضحه باش ماتش ديال بيلانتي بليلي. هذيك ماشي راه مطلع ما عمره بليلي، ولكن مع ذلك زوين ذاك البيت. لا زوين الصراحه، هو خسروه بحاجه واحده، التدوينه ديال تبو. وهذاك العيبي العيبي زعما رقيقي باللغه ديال عبد الحق الشرات، كانوا وصلوا ليه التحيه من هذا. انا العكس عجبني الاخر سميتو ياسين البرايمي. ابراهيم واحد الوقار واحد لا كبير في راسه. تال بلايلي تال بلايلي اودي تبون وكان كان فرق. الجول 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 ديالو الرايس تبون وكان كان كيهضرش بولحي بولحي كيهضرش، سميتو الرايس بولحي. كون كان الرايس تبون بحالو ويلي كون راه مزيان كل الجزائر قلعت. هذه مناسبه نقولوا كره سليمه العصابه كره سليمه العصابه. هذه مناسبه نقولوا حيت غالبا غيكون كيتفرج فينا راه ما عنده ما يداه الحصه الشخصي ديالو من تهنئه المغرب حتى تهنئه قطر ما فيه حتى شي حاجه السياسه العامه. زيد قول لنا يونس. المهم الا كنتي كتشوف فينا مدوز انت الوقت راه 100 مليون دولار لفلسطين، واحد 300 مليون دولار مشات عاوتاني لتونس، وبركه من الرشوه راه الرزق ديال الجزائريين هذاك. راه الشعب راه مسخوط الويدين، ما عندكش الطيارات باش تطفي العافيه، هذاك الرزق ديال الشعب الجزائري. لا تيدي هذوك القلاده شري به الاسمده، دير به استصلاح الاراضي، دير به السقي مياه البحر، شري به طائرات ديال مكافحه النيران. رزق الجزائريين. خلوني نختم. سلسلات كبار هذوك بحال ديال اصحاب الراب. راه كلاش نيت هذا الشيء اللي كيعرف، ولكن كلاش قديم.